انطلقت الليلة أولى فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي والتي تستمر حتى 10 أغسطس القادم على مسارح دار الأوبرا وعلى مسارح الإسكندرية ودمنهور. وتأتي هذه الفعاليات بمشاركة العديد من الفرق الفنية والمواهب الشابة. للمزيد معنا من دار الأوبرا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، ماذا عن فعاليات هذا المهرجان وماذا عن أبرز الأنشطة والفعاليات المقدمة فيه؟ نعم، تحية لكم من دار الأوبرا المصرية وتحديدا من المسرح المكشوف على وقع هذه النغمات الموسيقية. أتحدث إليكم في ليلة جميلة، ليلة ساحرة، هي أولى ليالي فعاليات مهرجان الصيف للموسيقى والفن الذي دشنته دار الأوبرا المصرية، تأكيدا على دورها الرائد في اكتشاف المواهب الشبابية والمواهب الفنية. اليوم ليلة مهمة جدا مع مركز تنميات المواهب الذي يقدم العديد من المواهب الشابة شكرا جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري من دار الأوبرا المصرية أحمد الحسيني.